بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع ما بنا من البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارض عن اهل المسجد الاقصى واهل بيت المقدس وعن محبي المسجد الاقصى وعن المسلمين اجمعين. ملخص لما سبق في بيان الشروط الظاهره في اداء الزكاه، قال الامام الغزالي رحمه الله ورحم علماء المسلمين: اعلم انه يجب على مؤدي الزكاه مراعاه خمسه امور. ذكرنا القضيه الاولى هي قضيه النيه، وذكرنا القضية الثانية هي البدار عقيب الحول، يعني مباشرة حل يعني مضت سنة قمرية فيبادر مباشرة. نعم. الثالث ألا يخرج بدلا باعتبار القيمة، بل المنصوص عليه، بل المنصوص عليه. سبحان الله، الإمام الغزالي يأتي إلى تفصيل جميل جدا في قضية كيف أن مثلا زكاة مثلا الخمس من الإبل تكون شاء وليس قيمة مادية، مع أنه في الجبر هنالك قيمة مادية. سبحان، يعني فيها قضية تعبدية قد تخفى على الناس. قال مما قرأنا في آخر شيء، وإن شاء الله نكون قد استوعبنا الكلام لأن الذي سنقرأه يترتب عليه. قال القسم الثاني من واجبات الشرع: ما المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعبد، كقضاء الدين الآدميين ورد المغصوب، فلا جرم لا يعتبر فيه فعله ونيته، ومهما وصل الحق إلى مستحقه بأخذ المستحق أو ببدل عنه عند رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع. فهذان قسمان لا تركيب فيهما، يشترك في تركهما جميع الناس. يعني القضية الأساسية هو إعادة الحقوق إلى الناس. قضية في إعادة الحقوق إلى الناس. والقسم الثالث هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعا، وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق. فهذا قسم في نفسه معقول، فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين، ولا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاهما. الوضوح هنا، ولعل الأدق هو الأهم، والزكاة من هذا القبيل كما ذكرنا قبل قليل، ولم يتنبه له غير الشافعي رضي الله عنه. فحظ الفقير مقصود في سد الخلة، وهو جلي سابق للأفهام. وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود للشرع، وباعتباره صارت الزكاة قرينة الصلاة والحج في كونها من مباني الإسلام. ولا شك في أن على المكلف تعبا في تمييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته، ثم توزيعه على أصناف الثمانية كما سيأتي. والتساهل فيه غير قادح في حظ الفقير، ولكنه قادح في حق في التعبد، ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين أنواع أمور ذكرناها في كتب الخلاف من الفقهيات، ومن أوضحها أن الشرع أوجب في خمس من إبل شاء، فعادل عن الإبل إلى الشاة ولم يعدل إلى النقدين والتقويم. ما قال مثلا زكاة الخمس من الإبل مثلا نقول بأسعار البلد الآن الذبيحة، يعني الكبش مثلا الأملح الكذا شو ثمنه عندنا؟ 1500 2000 أقل من 200 دينار يعني. طيب، يعني بدك تقول مثلا نعم، معناه تقريبا حوالي اربع، ما بين يعني حوالي اربع دنانير. نعم. اذا ما قال الشارع لو قلنا كذا، يعني ما قال الشارع مثلا زكاة خمس من الابل مثلا خمس دنانير ذهب، ولم يقل ثلاثة دنانير ذهب، انما قال ايش؟ شاه. وهي بتريحنا عبر ال خلاص، شاه يعني شاه، لا صح شاه عود، لكن ما تكون مريضة وما تكون عورة وما تكون يعني فيها،
يعني يقدم أو هو حقيقة يقدم أفضل ما لديه، لأنه نتحدث عن الجانب التعبدي الآن، الجانب يتعلق ب يعني أن تؤدي ما عليك يحصل بعيشة، يعني مش بعيشة بمعنى أنها المريضة كذا، بعيشة صحيحة معافاة كذا آخره. ولكن لو جاء ونظر مثلا في قطيع عنده واختار يعني أملح شاه لديه، فيكون جانب تعبدي معين جميل، جانب تعبدي معين جميل، مثل ما نعم يعني قد نقول مثلا قضية ما لها علاقة بالقضية، هي قضية الطلاق، يعني يسأل العلماء عن قضية الطلاق اللي هي باعتبار كأنه فسخ للعقد القران قبل أن يعني قبل أن يحصل النكاح، وقد يكون هنالك خلوة إيش شرعية. المهم إذا لم يكن هنالك يعني في اللحظة التي حصل النية الطلاق حصل وفسخ العقد القران، على الإنسان أن يبدي كرما في هذه اللحظة ويبدي مرونة. أنا أتحدث على الرجال وعلى أهل العريس أو المطلق الآن، كرم من ناحية مادية إن كانوا مقتدرين يقول يعني الله يسر أمور، لا قضية نصف ولا قضية تفضلي. الكرم الآخر قضية الألفاظ، يكون كريما يعني بحيث أنه لما حصل كأن الناس تقول في شيء ولا لا؟ نعم. إذن هو يقول أنها مثلا فعلا نفرض أنها كانت عابدة ورعة ما شاء الله، يعني اللهم إلا أنه ما رغب فيها، فهو يرفع من أسهمها ويتحدث بهذا أمام الناس، هي أورع مني وهي أتقى مني وهي أعلم مني وهي، ولكن سبحان الله لأنه يقول فقط لا غير، اللهم إلا أنه إيش ما عندي رغبة، فهمت علي؟ وزي ما يقولوا الله يبيض بخت، هذا المعنى. لكن القضية الأساسية أن يكون كريما من ناحية مادية، يكون كريما من ناحية معنوية، قضية الأخلاق، يعني هي المواقف التي تبين في قضية تعبدية معينة نعم يؤدي ثم يحسن. والإحسان هو يعني الوصول إلى كمال الشيء، يعني قريبا من كمال الشيء. الإحسان يعني هنالك إسلام وهنالك إيمان ثم إحسان، لو فعل عكس ذلك لم يحسن. هي لا تريد ترد عليه الحديقة المهر الذي ترد، ولو قالها أنا يعني كان أكرم منها فليكن. أنا أتحدث له هنالك حقوق، ليس هي الحقوق بينت للناس حتى لا يكون هنالك إشكاليات، ولكن من قال أنك لا تكرم بحقك؟ أنا ما بتحدث عن حقوق جماعية للناس، نعم، على سبيل المثال كحق اللاجئين أنت لا تكرم بهذا، نعم كمثال، لكن حق شخصي بينك وبين أخيك، في عندكم بيت لا يمكن تقسيم البيت، بيت ما فيش غيره، إن جيت تقسم خربت البيت ولا تنتفع لا أنت ولا هو. قالوا لك في التخمين مثلا البيت يساوي 100، فإما إذا كنت مقتدرا تقول لأخيك بارك الله لك في البيت أنا لا أريد شيئا، طبعا إذا زوجتك إيش سمحت لك، صح ولا لا؟ أي مثلا تقول له تفضل الله يسر أمرك، أو تأخذ إذا كنت لست مقتدرا وتحتاج يعني تأخذ الشيء اللي ما تيسر بدون ما تلحق ولا تبيع ولا سبحان الله. إيه سبحان الله. نعم إذا القضية الأساسية قضية التعبد، وقلنا الزكاة نعم، والتساهل فيه غير قادح في حظ الفقير ولكنه قادح في التعبد،
ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين الأنواع أمور ذكرناها في كتب الخلاف من فقهيات، ومن أوضحها أن الشرع أوجب في خمس من الإبل شاه، فعدل عن الإبل إلى الشاه ولم يعدل النقدين الذهب والفضة أو اليوم بالقيمة الورقية والتقويم، وإن قدر أن ذلك لقلة النقود في أيدي العرب. قال ما هو الشاه لأنه ما كان في أيديهم نقود. الجواب عليه قال بطل هذا القول بذكره 20 درهما في الجبران الجبر الكسر مع الشاتين، فلما لم يذكر في الجبران قدر النقصان من القيمة ولما قدر ب20 درهما؟ يعني في أموال عارفين، وشاتين إن كانت الثياب والأمتعة كلها في معناها في قضية القيمة، لو قضية قيمة قيمة فقط لا غير، أي قيمة لأي شيء تيجي بتقول لعائلة أنت مثلا بدأ تطلع مثلا تخرج 2500 دينار قيمة الزكاة التي يجب عليك أن تدفعها، بتروح على بدلة عندك جديدة ثمنها 2500 دينار وبتروح تفتش على فقير تقول له تفضل، هذا لم يفي لا بحق حظ الفقير ولا قضية التعبد. نعم 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 طبعا هو اصلا لا طبعا السؤال هو عن قضيه انه يريد ان يبرئ ذمته فيعطيه، يريد ان يبرئ ذمته فيعطي زوجه مهرها او المؤخر من مهرها، قلنا هو مؤخر، فان اعطاها بعد الزواج بعشر ايام يصح، وإن أعطاها بعد شهر يصح، وإن أعطاها يصح ومؤخر. نعم. والأصل فيها مدام مقتدر ولا ينتظر يعني يكون مثلا على سبيل المثال يكون مهرها اللي تزوج في الذي تزوج في الثلاثينات أو في الأربعينات أو في الخمسينات وكان المهر 50 دينار، القوة الشرائية أيام 50 دينار تشتري قطعة أرض. نعم. منيح؟ 50 دينار بعشيوهاش. نعم. واضح؟ فبدي ينتبه الواحد إلى أنه مثلا إذا كان هنالك تآكل يعني لينظر كم كان يسوى. نعم. ذهبا كم كان يسوى إذا كان بدينار الغرام ولا كذا اليوم هي بثمانية الله أعلم قديش. فالمهم فما بيأتي يقول لها هي 50 دينار اللي لك. انظر إلى ماذا كانت القيمة الشرائية إذا أردت أن تعدل، إذا أردت أن تعدل. حدثنا على القيمة الشرائية، القيمة الشرائية معروفة أنه في سنة 50 أو سنة 60 أو 70 كان سعر الذهب كذا، هذا أقرب، هذا إيش أقرب، ولا الورق شو بدك تعمل فيه؟ تآكلت القيمة الورق. للحديث تتم إن شاء الله بعد الدرس إن شاء الله. فهذا وأمثاله من التخصيصات يدل على أن الزكاة لم تترك خالية عن التعبد، لم تترك خالية عن التعبدات كما في الحج، ولكن جمع بين المعنيين. والأذهان انتبه لهذه الجملة، قال والأذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات، فهذا مسار غلط فيه. الناس مش مستوعب إنه في قضية تعبدية في المسألة، في قضية تعبدية. الرابع على ينقل الصدقة إلى بلد آخر، فإن أعين المساكين في كل بلدة تمتد إلى أموالها، وفي النقل تخييب للظنون، فإن فعل ذلك أجزأه في قول، يعني كان الآن كلام العلماء في المسألة، ولكن الخروج عن شبهة الخلاف أولى، فليخرج زكاة كل مال في تلك البلدة، ثم لا بأس أن يصرف الغرباء في تلك البلدة، يعني أصرف فيها لأهل البلد، يحرك النعم، فيقول أنه مثلا لديه مثلا مال وهنالك بلدة فقيرة، ويخرج المال إلى بلد آخر لسبب أو لآخر
لكن إذا اغتنى أهل البلد، إذا اغتنى أهل البلد ولم يعد هنالك فيه فقراء انتهى. إذن لابد أن يخرج إلى بلد آخر. الخامس أن يقسم ماله بعدد الأصناف الموجودين في بلده، فإن استيعاب الأصناف واجب، وعليه يدل ظاهر قوله تعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين الآية، يعني ثمانية أصناف، فإنه شبيه بقول المريض إنما ثلث مالي للفقراء والمساكين، وذلك يقتضي التشريك في التمليك. والعبادات ينبغي أن يتوقع الهجوم فيها على الظواهر يقتحم. وقد عدم من الثمانية صنفان في أكثر بلادهم مؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة. الإمام غزالي يقول قبل 900 سنة لم يعد هنالك مؤلفة قلوبهم. أنا أقول لا، يعني والعلم عند الله، بل لعل يكون هنالك من المؤلفة يعني مؤلفة قلوبهم. لما الناس يعني مثلا أذكر قصة طالب ابن الطالبات في أمريكا، أرادت أن تسلم وخافت على قضية أنه من سيكمل لها أقساط الجامعة. قالت لأهلها أنا أسلمت مثلا، يعني الحل ممكن أن تخفي زمنا كذا لآخره، لكن أنا أذكر أنها أول مخاوفها كانت يعني من سيدفع الأقساط إذا ما قطعوها، إذا من يعني هل ماذا ستصبح؟ تقول لك إنه فلان يجي واحد من هالشباب يتزوجها وانتهى، يعني هي كان مشروعها في الحياة فقط إنها تتزوج. لا، لعلها تريد، يعني كانت مشروع طبيبة، كانت مشروع مهندسة، كانت مشروع محامية، تيجي تقول لها إنه مشاع حتى إذن في هذه، يعني لعل هنالك مجال لقضية إيش المؤلفة قلوب. قال والعاملون على الزكاة، يعني العامل عليها لا مثل اليوم زي مثلا لجان الزكاة إلى آخر هذه المؤسسات. طب العامل فيها من أين سيأخذ مالا؟ من أين سيأخذ؟ نعم، يعني واحد اليوم بسبب الأعداد الكبيرة جدا من الفقراء أو إلى آخره، وهنالك بحاجة لعملية دراسة ميدانية، نعم، يذهبون للبيوت فلهم قراءة معينة للأحوال وأسئلة كذا واستبيان ويقضون السنة وهم يعني، ثم بعد فترة يعودون، فلعل مثلا لعل الأحوال قد تحسنت، نعم، فلا ينبغي دفع مال الزكاة لهؤلاء الناس على طول. أي وقد قيل من إحدى لجان ها هنا في القدس أن لم يعهدوا أن إنسانا جاءهم قال أنا تحسن وضعي فأوقفوا المساعدة عني. رايح ايش؟ رايح. حتى عفوا يعني لو كان جاءوا لاول مره، يعني انا جيت لشخص هو مو يسر، انا اظنك انه فقير، وقلت له تفضل هذا كذا، انتصر فيه ان كان غني يقول لا شوف واحد. صحيح. انا الحمد لله. صحيح. صحيح. شوف ليه؟ انا الحمد لله مدبر حالي، شوف غيري او غيري. يعني الإنسان بحاجة إلى أن فقط يعني أن يشحذ الهمم قليلاً، نعم، ويطرق باب الرزق. هو الرزق من عند الله عز وجل، نعم، ولكن علمنا أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، وعلى الإنسان أن يسعى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دبر قدوم للرجل الفقير حتى يحتطب ويغتني به، يعني سبحان الله. إذن القضية أصبحت أنك تريد أن ألم يقولوا علم فلان الصيد ولا تعطيه سمكة في كل، يعني المعنى بدل ما ظلك طول العمر سنوات طويلة تعمل مشاغل خياطة، عمل مخابز، جمعيات تعاونية، لها الأرامل، لها الرجال، لها الشباب، يعني يعمل مشاريع بحيث لا يظل طول العمر وعيش يمد يده. فإذا أنت حينما تقوم ب كما يقال بخلق الوظائف، أنت أكرمت هذه الأسر وأخرجتهم مما هم فيه. يعني التعاضد والتكاثف بالمجتمع كما قلنا، قضية النسيج الاجتماعي، قضية الزكاة والصدقات هي
من حقوق الفقراء وحتى يظل هنالك أمن في المجتمع. نعم. سبحان الله. انظر إلى كيف أمنهم الخاص وأطعمهم من جوع. نعم. يعني الأمن والأمن بالمعنى المعروف والأمن الغذائي. نعم. مرتبط، يعني كأن هنالك علاقة عضوية ما بين الجهتين. نعم.